ستبقى معي سيد محمد العربي زيتوت لو سمحت للملف التالي. مشاهدينا، أصدر زعماء المسلمين واليهود والبروتستانت في فرنسا الخميس بيانا مشتركا دعوا فيه إلى التصويت لصالح المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجري الأحد المقبل. هذا وكشف استطلاع لآراء مشاهدي التلفزيون الفرنسي إلى أن ماكرون الأوفر حظا للفوز، ورأى نحو 63% من المستطلعات آراؤهم أن ماكرون كان الأكثر إقناعا من لوبان التي قالت في مقابلة معها بعد المظاهرة أنها نجحت في تعرية ماكرون باعتباره ربيب النظام. أما ماكرون فقال أن لوبان أظهرت أنها لا تحب الحرية. نتابع التقرير. وجها لوجه وقف المرشحان للرئاسة الفرنسية الوسطي إيمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان في مناظرة، وعيونهما على الناخب الفرنسي الذي سيذهب الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع. مناظرة امتدت ساعتين تابعها عشرات الملايين من الفرنسيين استثمرها المرشحان في تبادل الهجمات والاتهامات. ماكرون وصف منافسته بالكاذبة لترد لوبان بوصفه مرشح العولمة المتوحشة والذي ساهم في تدمير اقتصاد البلاد. الملفات الداخلية الاقتصادية والسياسية كانت الحاضر الأكبر في المناظرة، لكن لوبان لم تفوت الفرصة لمهاجمة الإسلام وربطه بالإرهاب، ووصفت ماكرون بالمتساهل مع الأصولية الإسلامية في محاولة منها لإرهاب الفرنسيين واستمالتهم، خاصة أصوات اليمين المتردد واليسار المتطرف. ماكرون من جهته اعتبر أن الإرهابيين يأملون في فوز منافسته في هذه الانتخابات، واعتبر خطابها وصفة للحرب الأهلية في البلاد. في محاولة منه لاستقطاب أصوات أكثر من 5 ملايين من المسلمين الفرنسيين، العلاقة مع أوروبا كانت نقطة خلاف جذرية أخرى خلال المناظرة. ماكرون يعتبر قوة فرنسا في البقاء في الاتحاد الأوروبي، في حين تضع لوبان مشروع الخروج من الاتحاد على رأس أولوياتها. ماكرون ظهر في المناظرة أكثر إقناعا من منافسته لوبان وفقا لاستطلاعات الرأي، إذ يبدو صاحب الحظوظ الأكبر بالفوز وفقا لاستطلاعات الرأي إن لم تحدث مفاجآت. لكن الانتخابات أظهرت الفرنسيين أكثر انقساما من أي وقت آخر، وسيكون على المرشح الفائز بذل جهد لإعادة جمع الفسيفساء الفرنسية مرة أخرى. إذن سيد محمد العربي زيتوت، بالتأكيد تابعت المناظرة التي جرت، ما الذي استوقفك فيها؟ استوقفني ما أعلنت عليه اليوم تقريبا كل الصحافة الفرنسية ولا حتى العالمية، من أنها جاءت بمنشطات تقول هذه المناظرة هي الأشد قذارة، وأعتذر على الكلمة، لكنها وصفت هكذا في التاريخ الفرنسي وربما في التاريخ الغربي، أنها كانت مناظرة الشتائم والشتائم المتبادلة، أنها كانت مناظرة وضعت السياسة في الحضيض. وطبعا كان اللوم أكبر على اليمينية المتطرفة مارين لوبان، لكن في واقع الأمر حتى ماكرون وإن كان لم يكن بتلك الكلمات البشعة والهجومات المتوالية التي شنتها عليه، لكنه مع ذلك أكثر من مرة أيضا، وإن بقي هادئا عموما، لكن أكثر من مرة كان يهاجمها أيضا وبكلمات قاسية وقاسية جدا. طبعا كانت هي تتجاوزه بعدة مرات في تلك القساوة وفي الكلمات المستخدمة، نعم، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الشتائم والسبائب. طيب دعنا نشرك معنا السيد بسام نعيم نائب رئيس المركز الإسلامي في مارسيليا، ينضم إلي عبر الهاتف. سيد بسام نعيم، يعني كيف نفسر هذا التركيز المفرط ربما من لوبان على المسلمين والإرهاب الإسلامي إذا صح التعبير؟ السلام عليكم. اولا اهلا وسهلا فيكم. والله شوف، يعني اتضح الان واضح للجميع ان السيده لوبان يعني لا تمتلك اي شيء او اي برنامج فعلا تقدر انها تنفذه فيما يخص فتره الرئاسه بتاعتها القادمه اذا كانت ثابته، ولذلك هي ما زالت تحاول اللعب على اللي هي على الحقد على الاسلام او على التهييج ضد الاسلام، فما اختلفت يعني ما زادت عن اي شيء. واتضح واضح من في المقابله اللي تمت او في الدباه
اللي صارت مع ماكرون انها يعني لا تمتلك اي معلومات عن الاقتصاد او عن بيع الشركات وكذا، ما عندها حل اخر غير انها تهاجم الاسلام. ومع الاسف مع يعني الجهل الذي يعم الناس هنا والتخويف من الاسلام، وطبعا لا ننسى كل العمليات الارهابيه اللي صارت، هل كانت سواء كانت يعني مقصوده او في ناس بتلعب من وراها، فهي ما في امامها الان للفوز بالانتخابات الا هذا الشيء. نعم مع الاسف. طيب باختصار لو سمحت، هل يعكس هذا التركيز على الاسلام او على المسلمين من قبل اللبان انها خسرت الرهان على جذبهم وكسبهم في التصويت؟ المسلمين تقصد؟ على المسلمين في فرنسا. يعني تقصد انها تكسب اصوات المسلمين الها؟ نعم. الى جانبها؟ نعم. لا ولكن هذه ما اظن ان هي عمرها راهنت انه المسلمين حيصوتوا الها. نعم. يعني لا ادري هذا الكلام، يعني ما اظن عمرها، لانه مش ممكن تيجي تهاجم الناس وبعد كده تتوقع منهم ان هم حيصوتوا لك، لانه هي عملت كل حملتها نعم. الانتخابيه اصلا على اعتقد الان هي تحاول كسب اصوات في يوم. يعني الذين انتخبوا فرانسوا فيون وديبون إيميون اللي هم كلهم كانوا على يعني هملوا حملتهم ضد الاسلام. هذا ما اعتقد انه تحاول الان. نعم، شكرا لك السيد بسام نعيم نائب رئيس المركز الاسلامي في مرسيليا، كنت معي من فرنسا. سيد محمد العربي زيتوت، ما مدى تاثير الاقليه المسلمه في ترجيح كفه اي من الناخبين؟ عدد المسلمين في فرنسا ربما هو أكبر عدد في أوروبا، يعني حوالي 7 ملايين وربما 8 ملايين إذا أضفنا لهم المليون الغير بدون وثائق إلى آخره. للأسف التأثير بسيط وضئيل جدا، وأحيانا كان يكون منعدم، وهذا راجع لمجموعة من الأسباب. لعل من بين الأسباب هو هجمة الدولة الفرنسية الإستابليشمنت الحاكمة على الثقافة الإسلامية، الحقيقة على كل ثقافات، يعني ليس فقط الإسلامية لكن التركيز على الإسلام أساسا. يعني تم تجريد المسلم، ويتم تجريد المسلم في فرنسا من يعني أحيانا الحديث بالعربية في مكان عام يعتبر مشكلة. يعني وضع غطاء الرأس للبنات لدخول ثانوية أو يعتبر مشكلة. أصبحت هذه مارين لوبين مثلا تقول أنها ستلغي المساجد في أكثرها، من بين 144 التزام قدمته منه أكثر من 30 التزام، يعني أكثر من 20% من التزاماتها ضد الإسلام علنا بدون أدنى حرج. للأسف المسلمين دورهم ضعيف جدا، ولكن هذا يعود أيضا لأن الأنظمة أو الدول التي يأتي منها المسلمين خاصة وهي الجزائر أساسا حوالي 3 مليون والمغرب وتونس هي أنظمة أساسا عميلة للفرنسيين بشكل أو بآخر. أشكرك جزيلا السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق على حضورك معنا. مرحبا.